وتعالوا نشوف هذه التجربة. غرفة عمليات داخل جامعة عين شمس فيها 80 كاميرا لمراقبة كل ما يحدث داخل الجامعة، وده اللي بيخلينا بنقول لابد من تعميم نشر الكاميرات حتى في الشوارع. معظم الدول الأوروبية تفعل ذلك، عدد كبير من الدول العربية، ليس فقط لمواجهة الجماعات الإرهابية لكن كمان لمواجهة الجريمة الجنائية، وحتى يتم ضبط النظام العام في الشوارع. يعني لولا كاميرات المراقبة ما شاهدنا هذه المشاهد التي تكشف وتفضح عصابات منظمة تدعي في النهاية أنها تمثل المظاهرات الطلابية. تعالوا نشوف هذا التحقيق المتعلق بغرفة العمليات داخل جامعة عين شمس اللي فيها 80 كاميرا لمراقبة كل ما يتعلق بالنشاط الطلابي المؤثم. النشاط الطلابي الحقيقة بيتجاوز حدود العمل الطلابي وحدود النشاط السياسي والوطني إلى ما يمكن أن أسميه الجريمة الجنائية. نحن نكشفهم ونفضحهم بهذه الكاميرات حتى لا يدعي البعض بعد الآن أنه ما تفعله جماعة الإخوان في الجامعات هي مظاهرات سلمية. احنا هنا كل واحد فينا ماسك قطاع، مسؤول عن قطاع، بنشوف جميع المخالفات المتواجدة فيها في الجامعة. اما بنلاقي مخالفات بنبلغ الوحدات الاخرى انها تقوم بالقدوم الى هذه المخالفات وتبدا التعامل معها. العمل اللي احنا بنرصده هنا في حاجات كتير زي المظاهرات، المظاهرات احنا بنبدا نتابع المظاهرات وبنشوف ايه الضرر فيها، مثلا زي كتابه على الجدران، زي اعمال تخريب، مولوتوف، قنابل، بنبدا ان احنا نشوف المواضيع دي كلها، بنبدا ان احنا نبلغ رئيس الامن المختص بالجامعه، بيبدا ان هو يبعت الوحدات بتاعه الامن، تبقى افراد برضه الدفاع المدني موجوده بحيث ان هي تبقى مامنه جميع المظاهرات عندنا من حالات حريق اي حاجه بيبقوا موجودين. في اعمال تانية كتير مخلة بالاداب بنبدا برضو ان احنا نبلغ من خلالها، وبيبدا افراد الامن يتوجهوا لحد هناك ونشوف المكان اللي احنا فيه ده مركز التحكم والمراقبة بجامعة عين شمس. يعني احنا الحمد لله انتهينا من تركيب الكاميرات في الجامعة بالكامل، تقريبا ركبنا في حدود 80 كاميرا مغطيين جميع ارجاء الجامعة. الغرفة اللي احنا فيها دهيت اللي بنشوف فيها الشاشات، بنشوف فيها التصوير، بنقدر نسجل الأحداث اللي بتمر، أي مخالفات بتحصل بتترصد من خلال الكاميرات وبتبلغ بيها أفراد الأمن وبيتوجهوا ليها وبيتم التعامل معها. الفترة اللي احنا فيها طبعا دي هي فترة المظاهرات بتاعت طلاب جماعة الإخوان، يمكن ديت أكتر المظاهرات بتاعتهم بتترصد وبنشوفها، بنشوف التجاوزات اللي بيعملوها وبنقدر نحدد الطلبة اللي موجودة وبيتحولوا للشؤون القانونية بناء على كده، وبيتم اتخاذ معهم الإجراء اللازم يعني.